جديد بشد حيلك معي أنا سما. كتار منا منعرف قديش السخرية على الولد بتأثر على بناء شخصيته، بس خلينا نحكي عن الموضوع بتفصيل أكتر ونتناول مشكلة بتظهر عند الطفل وممكن السخرية تكون سببها، وأكيد إنه السخرية بتعزز عند الطفل المشكلة. رح نحكي عن اضطراب الكلام عند الطفل ويلي منسميه بالعامية التأتأة، وهي مشكلة ممكن تظهر عند الطفل ببداية كلامه أو بمرحلة متأخرة من طفولته. والتأتأة هي من المشاكل اللغوية الشائعة عند الأطفال، وغالباً بتنتج عن حالات نفسية عرضية أو مزمنة، يعني في كتير شغلات بتكون عم بتصير جوات الطفل ما بيعرف يحكيها ويعبر عنها، مشان هيك بتطلع بسلوكه وتصرفاته. طيب خلونا نحكي بشكل عملي ونحط إيدينا على أسباب هي الظاهرة. ممكن يكون في شغلات عم تضايق الطفل وما بيحكي عنها، مثل المشاكل العائلية، وممكن يكون الطفل حاسس بخوف أو قلق من شيء بالبيت أو بالمدرسة، وممكن ما يكون في مشاكل من هذا النوع، بس الطفل نفسه بيحس أنه عاجز عن التعبير عن نفسه، إما لأنه صغير بالعمر أو لأنه ما بيمتلك المفردات الكافية ليعبر فيها. وأحياناً بيكونوا الأهل هنن السبب وقت يكونوا صارمين مع الطفل وما بيتقبلوا يسمعوا منه كل شيء عم يفكر فيه ويحس فيه، وممكن الأهل يكونوا سبب بتعقيد هاي المشكلة وقت بيخانقوا وبيطلبوا منه يحكي منيح وما يتأتئ، أو يطلبوا منه يسكت لأنه طريقة كلامه بتزعجهم. ورغم أنه كتير من الأمهات ما بيظهروا القلق لوجود هاي المشكلة عند أبنائهم، بس أكيد بيكون عندهم قلق داخلي من أنه تستمر هاي المشكلة مع الطفل لوقت يكبر. طيب كيف منقدر نتجاوز هاي المشكلة ونساعد الطفل ليتجاوزها؟ أول شي لازم نفهم أنه الطفل عنده مشكلة سببت ظاهرة التأتأة، مشان هيك لازم نفحص محيط الطفل ونحط إيدنا على المشكلة. ممكن تكون المشكلة شي تغير بالبيت، مثل وجود مولود جديد أو حادثة طلاق أو الانتقال لبيت جديد أو وفاة أب أو غياب الأب أو الأم أو التعرض لحوادث قاسية مثل هدم المنزل أو الحريق. وممكن يكون تغيير بالمدرسة مثل تغيير الأنسة أو الأستاذ أو تغيير الصف أو النقل من المدرسة أو الخوف من الامتحانات، وخاصة وقت بيكونوا الأهل عندهم طموح زايد بنجاح الطفل فبيكونوا بدون ما يحسوا محملينه عبء ومسؤولية. هلأ بعد ما فهمنا المشكلة بتجي مرحلة الهدوء، لازم نكون هادين كأهل ونتحلى بالصبر وقت الطفل يكون بده يحكي شيء لحتى يكمل كلامه، وأبداً ما نقاطعه أو نخانقه أو نطلب منه أنه يحاول يحكي منيح. بالعكس بدنا نحاول نطمنه أنه هو بيقدر يتجاوز هاي الظاهرة ويتغلب عليها. وقت نمنح الطفل الثقة بنفسه أنه هو بيقدر يتغلب على مشكلته رح يكون أقوى، لأنه رح يحس بالثقة بدل القلق. ومن الأحسن أنه يحكوا الأهل مع الطفل بشكل واضح أنه هو عنده هاي المشكلة، بس مو بشكل مباشر وقاسي، يعني ممكن نخليه يعرف من خلال حكاية أو قصة أو من خلال دمى أو حيوانات هو بيحبها، طبعا حسب عمر الطفل وقدرته على الفهم. مثلا منجيب لعبة وبنحكي له قصتها إنه هي اللعبة كانت تحكي بشكل طبيعي بس فجأة صار عندها مشكلة بالحكي وصاروا رفقاتها يضحكوا عليها، بس لأنه هي بتعرف إنه هي المشكلة مؤقتة وإنها بتقدر تتجاوزها ما ردت عليهم وضلت تحكي يلي بدها تحكي ووقت بدها تحكي. وهيك بننسج قصة بنشرح له من خلال المشكلة ومنوصل له رسالة إنه نحن متقبلينه، وبالتالي منعزز عنده الثقة ومنخلق عنده الدافع ليتخلص من المشكلة. وآخر شي من المهم إنه نشجع الطفل على الحكي. ممكن نخصص نص ساعة باليوم يحكي لنا فيها أي شي بيخطر بباله، وممكن نستخدم أدوات التعزيز والمكافآت لنشجعه. وبآخر الحديث بحب ذكركم إنه مهما كانت ظروفنا صعبة بدنا نصبر ونمنح الوقت الكافي لأطفالنا لتكون شخصياتهم بوضع سليم. دعم نفسي بشد حيلك معي أنا سمر.